هذا البودكاست من إنتاج THD.IN. Everybody want to live together. Why can we live together? Tell me why, tell me why, tell me why. Tout le monde est dépressif. Tous les Nord-Africains sont dépressifs. Tu vas atteindre 60 ans, tu vas faire des cauchemars. Manette, je te fais carrément tout à hacre, tout à cadet. Le seul manette, il a du bar chacun à derrière moi. Ma plus grande frustration, mon plus grand malaise, lui. Manette, j'ai des séquelles lui. Manette, le plus misérable. اللي هو ربيع بودن بون لامور انا حاجه جاي حاجه في تونس الكلمه هذه ما فهمتش خاطر اون في دون ان مون تيبوكريت غنى الكل على الميمه وفهمت الميمه الميمه فهمت وهو يعذب في يومه من اللي هبط من الكرشه حتى لي 60 هذا ما نعرفش قداش تعيش امه معاه ما خيبه الكلمه يا ربيع نو مش قلتلكش خايبه نعرف صافي مال مي موجوده في المانيا نقول له تعرفش معناتها الكابيتال نقول لك جوني غيانا فوتر ما نجمش انا نقنع ولدي نقول له نحي سمارت فون ميديك والكمبيوتر علاش ما تشدش ريشه وتبدا ما تطرز ما عادش سي فيني معناتها نسمع يا حسره يا حسره يا حسره يا حسره على شنو نسلم عليهم برشا شعب ويو. تحذير: يتناول هذا البودكاست مواضيع حساسة تتعلق بالمجتمع والصحة النفسية، قد تحتوي بعض المناقشات على ألفاظ صادمة أو متطرفة التي قد لا تكون مناسبة لجميع المستمعين، خاصة الأشخاص الذين هم في حال الضعف. نوصي بالحذر عند الاستماع. هذا البودكاست خيالي ولا يموت للواقع بصلة. Deep Confessions Podcast مع نوال بيزيد. ربيع وي عسلامة وينك نوال صباح اي وينك اي نوال اي وينكم اي هذيك ديما سينياتور نتاعك تاع عبدينا اي وينكم اي اي وينكم اي هي الاكثريه تعملها في اللايف باش تستنى العباد سي سا بون جي في دو تخوا لايف دون ما في الاخرين كلهم ديفيرين يلزمني نعس على فمي يلزمني هذيك تسمى ديجا تعس اي فما البلاسفيمي تغشش برشا شكون اللي تغشش البلاسفيمي تغشش برشا العباد البلاسفيمي طب الجلاله تفرجت فيك ربيع قبل ما نعملوا الميتينغ هذايا شو لقيتك هكا حكيت ان بو دو تو شنو اللي مازال ما تقالش في لي انترفيو اللي عملته Cherche et tu trouves. Là où j'attends. Cherche et tu trouves. ما نعرفش نخاف لا ندخل في بلايص انت ما عينكش بيهم مثلا. شنو هما البلايص؟ نعرفش حاجات. لا سول بلاص انتيم هي التواليت وبيت نوم. بالنسبة لي كل شيء تحكي فيه. نجم نحكيو في كل شيء بيان سور. فما برشا جمل اون ميم تون زاد يتعاودوا. مثلاً كلمة لو ماليس سوسيال تستعملها برشا كلمة لاني ألماني لاني توسي تستعملها برشا تحكي برشا على الوالد تحكي برشا على الوالدة زادة تحكي على نابل برشا معناها هذوما الكل في كل انترفيو لازم يذكروا على الأقل مرة والمرسى زادة اللي سي كايو والمرسى اي فوالا بيان سور ما حكيت الكلام الزايد وكل شيء نتفكر انا جون بروفيت باش نسلم على حمزه بوشناق اللي كان هو الانترميديير ما بيناتنا سمعني الميساج اللي بعثوا له قلت له انا مشكلتي مع لي موراليست معناها لي جورناليست موراليست سي كوا الموقف هذا من لي جورناليست ولا لو جونغ دو كيسيون اللي يمشي لك للثنيه هذيك نتاع دونور دو لوسون بون فما دي كيسيون معناتها ميديفال كيفاش يقولوها تاع قرون الوسطى العربيه هما بوك راضي عليك ما نبرمش يخلط عليه الخبر وسالو ماشي معناتها سؤالات بور موا معناتها il me réduit à l'ultime passée humaine هي معناتها مش يقلقوا ما عندهم aucun signification بوك راضي عليك بابا توفى مش نعرف عليه راضي عليه معناتها
هذا ان بيتي ديتاي ان اكزامبل و على جوج لو جونب دو كيسيون ميديفال متخلفين معناها انت تراهم لي كيسيون هذوما بيان سور معناها سي بيتي ستوبيد هذا السؤال علاش تتسفى سي نول كوم كيسيون علاش تعرف انت تعرف تتسفى معناها بوركو معناها باش تعملي ان بروسي معناها هذيكم هما سؤالات ما نحبهمش سي فام واش ما نحبهمش il me dérange pas mais j'ai pas envie de répondre فهمت علاش تتسفى ما نعرفش قلت له عندك سانتوم تاع جيل دو لا توريت جيل دو لا توريت سانتروم تاع جيل دو لا توريت فادلك علي عندي لي سانتروم جيل دو لا توريت لحد شيء او نحكي معك نورمال طيحت لي شابيتر كامل في الماء في الماء كي طلعت مش حقيقيه الحكايه لا انت شنو عادي صدقتك انا كي شفته الانترفيو اللي تحكي عليها قلت عندي سندروم جيل دو لا توريت مشيت قيدت الحكايه وبنيت عليها وكل طلعت مش بالحق لا عليه لا بريت اونتر تون بريت موجوده تو ما عادش متابعتك يا ربيع طب ولا ما فهمتش انا عرفش موجوده واحد يقرا هو روح. هو دو توت فاسون احنا في البودكاست هذايا نحكيوا على المجتمع والصحه النفسيه السندروم هذايا اللي كنت تحكي عليه سيرج خان موجود ولا مش موجود اون اون بارل كي مشيت بحثت شويه عليه نقاه اسوسي يقول لك سندروم جيل دو لا توريت il est associé à la dépression trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou trouble obsessionnel compulsif. Moi, les éléments هذوما en parallèle ولا لا شنو ضحكني لا شنو dépressif oui bien sûr tout le monde est dépressif tous les nord-africains sont dépressifs il y a je pense qu'il y a une relation manette il y a le monde de structure ما بين الام والولد فهمت ou les mal structurés voilà fait donc ça va manette engendrer manette des séquelles à long terme tu vas atteindre 60 ans tu vas faire des cauchemars manette je te fais carrément tout à hakra tout à kaza fait ma binek ou bin khouk le kbir voilà l'autre lorsque tu es manette ma bin zghir ou le kbir tu n'as pas la même assiette fait et l'enfant cadet Rabia انا شو في ميليو ما بين زملاء انا وياك دونك جو مي سي با تري انتريسون لو سول معناتها اللي يحبني برشا كان الله يرحمه هو بابا معناتها خاطر بون دوزيمون هما جينيرال سي روبوس فهمت شابو برشا لبعضنا با او نيفو انتيليكتويل مي اني بونكتويل نحبوا الطبيعه نحبوا كل شيء ما نحبوش برشا لانستان غريغير لا في اون تروبو ما نحبوهاش فهمت اون سو ريتير كما انا تو في جنينه جو مي ريتير برسك توت لا جورني صغاري متاني عليهم اللي زون حتى ان بيتي تاج وين نمشي وحدهم للبيسين معناتها بيبليك والمراه الفيس بزوني في الدار لا سابليت في معناتها معناتها جو في كما un simple. L'enfant cadet Rabia, yorka anno معناها puisque c'est ce n'est pas la star de la famille, la ou le kbir ou la ou zghir, hado kom généralement hado kom l'attention au col. Alors tcher al mnaik fihom. Bon, هو يتشاف انه هو هكاك mais يخلق un autre syndrome معناها personnellement et là je l'ai développé خاطر انا بيدي لانفون كادي في 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 عائلتي عندي اختي كبيره وخويا صغير il développe des capacités نتاع une autonomie كبيره برشا على خاطر هو ne trouve pas l'attention اللي حاجته بها في عائلته من عند ام ولا من عند بو يبدا يلقط هكا فيها بشويه والله سيتي تري بون اناليز اللي عملتها والله عندك الحق زيادة قالت لي عندي طبيبة روسية متاع الصغار وقت نمشيو نعملو لهم معناتها دي زيكزاما صغار كيما الصغار الكل قلت لهم
au niveau de la nationalité, quand elle a fait l'école maternelle, on y fait une certaine ségrégation, des petits groupes. Elle dit que c'est pas grave, elle va forger son caractère, elle va devenir Et j'ai toujours essayé de prouver que j'étais à la hauteur. Moi, tu veux toujours prouver, tu mérites de l'attention, tu mérites de l'amour. Bon, l'amour, انا حاجه جاي حاجه في تونس الكلمه دي ما فهمتش خاطر on vit dans un monde hypocrite فهمت ما نعرفش الغناء الكل على الميمه وفهمت الميمه الميمه فهمت وهو يعذب في يومه من اللي هبط من الكرشه حتى لين كل 60 هذا ما نعرفش قداش تعيش امه معاه هو معذب انا فهمت مش الكل بيان سور اما نقول لك لا بلوبار معناتها دون لي كارتي شو ميم لا بلوبار معناتها لي فامي نومبروز لا بلوبار لولاد ان سون با لا اوتور معناتها يكذب كي يقول لامي وكذا يكذب هو معذبها يفك لها في فلوسها فهمت يمشي يهد عليه البوليسيه معناتها في الدار تتقلق تولي تمشي المحكمه تهز له في القفه وبعد يقوم يغني احنا علينا يا لميمه معناتها فهمت شنيا فما ملاذ واحد اخر اللي ما نعرفش سي تو لو سون ولا لا في يظهروا سورتو في المناسبات ووقت الرسمي معك كما نقول تلقاك تعمل كل شيء باش توري للعبد هذاك اللي انت تحبه ونحكي هوني على لي بارون سورتو اما كلمه نحبك اون سوا ما تتقالش وفما مشكله اخرى في المناسبات مثلا في العيد كلمه عيدك مبروك تحسها عن فاردو معناها قولها للبراينيه وكل مي كونت ساجي دو تي بارونت فما ان بلوكاج ايموشنيل ولا حاجه صباح الخير ولا صباح الخير صعيبه فهمت اي بالنسبه لي انا خاطر جي فيكو معناتها لا بلوبار دوبوي لاج دو 8 ans 74 هاللي كي روحنا من باريس حطونا في الانترنات نتاع لي سيكايو ma plus grande frustration mon plus grand malaise معناتها j'ai des séquelles اليوم حتى معناتها le plus misérable اللي هو ربيع بودن fils معناتها d'officier supérieur كما نقولوا في الجيش فهمت le plus misérable la bête ma femme elle m'a fait un cadeau j'ai une البارح ما عملتش لها فيديو غير بون يعني ما دراكار نوار نتاع كيلا روش علاش قلت له شعملت اخي منين طلع قالت انت حكيت لي فما مره في الانترنت حسب واحد باش يعطيك شويه من دراكار نوار شويه بارفان وقال لك لي ما نحب نسميه هما عائله كروز برشا فهمت ما باش يمد لي اخي سجلتها ومشات قيدته وجابت لي دبوسه مع الدبس 200 مليليتر دراكار نوار قالت البارح سيتي ان كادو قالت اليوم هاك نجم تفوح بها فهمت يحتمل هو قالت ما عادش نجم يفوح بها فهمت ما فهمتش علاش فما سيت ايزونس عند الالمان مثلا وعند الاجانب دو كومونيكي لوغ زيموسيون ما فيها شيء معناها انها هي جوست سمعتك مره سجلت المعلومه ووقت اللي جات فرصه باش تشري لك البارفان شريتها لك أنا سي سامبل معناها كوم ابروش وكوم ريزونمون علاش في البلدان العربيه والشرقيه ديما فما مشكله في الحكايه هذيا هذه مشكله حتى انا توا رغم اللي عشت في لي سيكايو وان سالي ان شوك كولتوريل كبير برشا وقت اللي خرجت 84 فهمت خرجت من الليسي ومشيت للدار شعبان والقهاوي معناتها فما كان ريحة حشاك الكرارس فهمت كنت معناتها عايش دي غان تينيس امتيت سال دي سينيما جيمناس نحوس وان بيتي بوا سو بوا متالي كذا ايكول ميكس ليسي ميكست نعيشو مع بعضنا معناتها دي زاني انتيير ان سو سيبار بوندون لي فاكونس ديتي سيتي اون امبيونس وبعد فما ريحة لنثة ما فماش سي بور سا هربت طول لوتيل كي ندخل لوتيل ريسبسيون نشم كل ريحة البارفانات والدنيا وكل كريم سولير وكل نظام وكل السيرفيات ان نتفرهد سيتي مون سول ريفوج
يا بدي سويني وعملت فلاحة وربي في الكلاب اللي كانوا ما همش موجودين في تونس. ام جافيلو جافي الشنين او ترا هاي عمي الصوت هكا هرب شوية ربيع منش اسمع فيه. نسلم عليهم برشا شعب الويو. شعب الويو تنحكيوا عليه شعب الويو. هنكملوا في الموضوع اللي بدينا فيه متاع لا سيغريغاسيون بازي سور لو جونغ، معناها النساء والرجال في تونس وفي العالم. مازالت باقي مازالت ما ركحتش الحكايه هذه، اما في تونس ياسر ياسر ظاهره وياسر مشلقه الحكايه، انه النساء ديما ولو انه ديما النساء هما اللي تلقاهم هما اللي يخدموا اكثر، هما اللي يقراوا اكثر، هما اللي يعملوا، معناها السندروم اللي نحكي لك عليه قبيله الفول فير لو بروف. اما باقي ديما كل ورثه هذيك نتاع الباتريارك مازالت ما حبتش تتنحى، حتى في لي سالير معناها تلقى رجال يخلصوا اكثر، في لي زوبورتونيتي تلقى ديما لي زوبورتونيتي للرجال اكثر، ولو عدديا اكثر زاده. اي نقول لك سي لا ميم شوز بريسك اون اوروب شي لي زال. اي قلت لك ما ركحتش حتى في العالم، معناها ماهيش حاجه فوق لا تونيزيا. ما نخدم في بير مع سوبر مارشيزم كلوبوس النساء بون ابار كلكو سكرتير هكاك بون تعمل تتلهم بالكمبيوتر elles sont toujours la femme elle est vraiment معناتها même هكا في المانيا je sens que qu'elle a une certaine faiblesse ديما elles sont toujours en train de poser des questions tu peux m'aider tu peux معناتها elle panique après 40 ans de pitié elle panique تعرق فوق كل كاسة او شو لي كونغ كلاين مومنت يجي الراجل الفرخة صغيرة يعمل هكا يضرب على الدوش ما مدولاي رجلي للكاسة بتاعها ويمشي الكوليج بتاعها مبتاعتي دونك فما حاجة انا مانيش انا جو نفي با سيغريغاسيون دي سيكس مي كو ميم لا فام لي بلو سنتيمونتال لي بلو فراجيل كو لوم فهمتني فما نساء مرات سنتيمونتالمون بتيتر هكا بحكم هرمونات هكا شوية انه مهم معني حتى التركيبه الجسديه مش كيف كيف، لكن رغم هذا ديما المراه حتى وحدها هوني مثلا كي تحكيت على الكام تاع الكاسه من بعد سي جامي ما فماش شكون في عاونها باش تلقى حل، راهو باش تتكربس وتلقى حل. ماهيش نيمبورت كيل فام نيمبورت كيل فام لورسكيل تومب اموروز جي رماركي خاطر جي ان اكسبيريونس معناتها فينومينال، راهو ما تصورش مش فخره، راهو شيء حشم مش فخرة خاطر أيه. خدمت انيماتور دونك اون سيزون كيما نقولوا ما نعرفش قداش فيها دو سيمين كان جوغ تلقى شاك سيمين جي نوفيل امي دي فوا دو جون كاشون لك نهر من لك تلقاني ديما هارب شغيف دو مينوت شغيف ونتخبى من الغادي نابورت كيل كاركتير لورسكون فام ال تومب اموروز مهما تكون القوة متاح ال va se soumettre à cet homme mais ما خيبها الكلمة يا ربيع non مش قلتلك خايبة elle va pas se soumettre معناتها كل شيء معناتها كما نقول comme une esclave ولا حاجة non pas du tout j'exagère mais il y a une certaine forme de soumission شنية soumission toi اللي يصير سميوها concession سميوها تنازلات خي سوميسيون شنيا هي سوميسيون سي با غراف معناتها ان اتر سوميس ولا حسيتها ولا نو معناتها مش نعرف صافي مال مي موجوده موجوده لا سوميسيون فما اي بون سا بو اريفي راهو دي كومبورتمون انابروبريي حاجات هكا حتى عدديا ساعات تكثر تولي تحسب على جنس اكثر من جنس يقول لك عادات نتاع النساء هذيا ولا عادات نتاع الرجال خاطر اكثر عددين تلقى النساء يعملوها اكثر تو سامبلومون لو بور دو فوال باغ اكزومبل انا موجود في المانيا الراجل يدور شيخ ويضحك وكل شيء تركي ولا اندونيزي ولا تحب عليه انت تلقى شيخ والمراه مسكينه في السخانه 40 دوغري ا لومبر معناتها
وتتعدى في وسط الألمان اللي هم تي رغار بيرسون يوشا. أنا كرا مش نحشن ببلاستها بون في ان اوتر موند هي فهمت كما قال البير كامي pourquoi se cacher derrière une foi aveugle qui est la croyance en dieu et bouleverser l'ordre naturel des choses. قال هو ما قلتهاش انا مي فما حاجات اللي معناتها عباد تعمى او تعدى الدريب هذا يا خد وصلني الخدمه عاقل مشكل كارغو فهمت دونك معناتها جو سوي سور كان با اورلوس خاطر راه الاكسبرسيون دو فيزاج نتاعها تسخف فما il y a certaines qui portent le voile par exemple elles sont fières de le porter شي مستويه فهمت دونك مي parfois on شوف وحود surtout les jeunes dans les lycées هوني مسكنات elles sont vraiment isolées هو معناها انت تحكي على على حاجه مقلقتهم من عند من عند الناس مش هما لو بور ان سوا ليه حتى هو بابوها واخوها ما نعرف شكون يحكم عليها باش تلبس هي سيال في الشوا كان يقولوا لها تحب تلبس جين ولا تلبس كيما صحابك تقول نجم انت تسيب روحها وتتفرهد فهمت لا بور اي جان نقول لك لا بور اون جينيرال ان لونجوندر لا ان لا ان لونجوندر معناتها ريفوليسيون على اخر معناتها فهمت كون خايف من حاجه تولي تكهر كل بشر ويجي نهار تنجم معناتها تعمل فيه حاجه فهمت مش باهي ساعات تبدا تلمو خايف على روحك اللي تولي تكره العبد معناها اللي خليك خايف على روحك منه وي وي فو كونتر اتاكي اي ساعات حتى نحكيو على دي ريلاسيون اتخوه انتيم ولا نحكيو على ان كوبل ولا نحكيو على ولد وامه ولا وليد وابوه ولا طفله وابوها تلمو تخاف منه اللي تولي تكره وي ربيع باش نعملو بوز صغيره بيسكو احنا قاعدين نسجلوا في الزوم كل مره يلزمني جو رولونس لا فيديو توا هنا فهمنا كومون خاطر انا اي ان سوسي تكنيك من الاول توت سويت نعملو قصه صغيره ونرجعو داكور ا توت سويت هاي Deep Confessions Podcast مع نوال بيزيد رجعنا مع ربيع نعملو جينجل ربيع شنو الجينجل نعملو everybody want to live together everybody want to live together why can we live together tell me why tell me why tell me why ooh I can we live together اوه تحسها من القلب عرفت اوه لا لا يزمها ندبة به ربيع في في الفيديو بتاعك سورتو هكا سيريو شوية نحكي على الانترفيو وكل تحكي على المارجيناليزاسيون اما ما فهمتكش اسكو تحكي على المارجيناليزاسيون في تونس ولا في ألمانيا قلت لك نحكي عليها في تونس الخاطر هذيك تونس سي مون نومبر ا مو ميم فهمت ولا خاطر كيما قلت لك ما نجمش نحكي على الالمان يعني كيما قلت لك سي دو موند توتالمون ديفيرون رغم اللي انا جو لو ريسومبل فيزيكمون سا نفو ريان دير مالغري كو جو ترافاي جو سوي بونكتويل دون مون ترافاي جو باي ميز امبو جو سوي ماري ان الماند يا با تابو جي مو سوف بون هوموسيكسواليتي هذيك ما ندخلش فيها مي لا بيير تو سكي معناتها Tout ce qui est consommable, il n'y a pas de problème, sauf la drogue, bien sûr. Donc, au niveau, incomparable, je ne peux pas me comparer aux Allemands, le khatel fama, un certain démon qui ressort chez nous, ou l'égocentrisme. Dans une discussion, on se prend tous, on sait tout. On sait tout, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, il y a des choses qui sont les mêmes que les mêmes. ما يخليكش تكلم حتى يتبوز ان كيستيون يحب يجاوب هو كل شيء هو معناتها راه فيهم سيغ لي بلاتو معناتها بور موا سي ان ابي دو بوفوار معناتها علاش الخاطر اون ريبون نوتر فرستراسيون هذيا من الصغرى اوس اوس عايش ولدي اوس اسكت برا شد بيتك نيا با دو فري كوميونيكاسيون مش هذيك التربيه فهمت دونك il va y avoir des répercussions très graves معناتها sur toute une société à long terme je dois les faire DNA نتاعنا احنا ابن عن جد
الصياد كي يشري كلب نتاع مصيد يمشي يشري ان شيو ان شيان دو شاس يدوموند سي لي بارون شون دي شاسور دونك اوتوماتيكمون لو شيو فا اتر ان بون شيان دو شاس. الكلبه تعس مليح ولا لا؟ كان يترحب بكل واحد يشتاخو جارش اكيد كيف معناتها نفس ال دونك سي معناتها عند ليتر هومان سي لا ميم شوز معناتها فهمت. فما لعبه مره مغرومين بها هما في لي ميديا كلاسيك اللي هي بالنسبه ليا تري ريفيلاتريس سور لو بروفيل على البيرسونا نتاع التونسي. انه يسال واحد ميكرو يحط يقول له اي كيفاش نقولوا كل كلمه بالفرنسي ولا باللونجلي، هو زعما باش يحرجوا ديجا الحكايه نتاع الفوقيه هذيك نتاع انا نحكي باللونجلي وانت ما تحكيش باللونجلي ولا بالفرنسي ولا اي لغه معينه. والتونسي يزيد يغرق روحه اش يعمل، يجاوب كمان ما يقولش ما نعرفش، يحب يعمل هكا محاولة تخرج حاجات الضحك وذيك يستعملوها باش يضحكوا العباد على بعضهم وتدخل بعضها الحكاية معناه. ألوك هو كان ينجم يقصها الحكاية من الأول يقول ما نعرفش كم لزلمو كلمة هذيك عنده مشكلة مع كلمة ما نعرفش بيان سور. ليه في ألمانيا نقول له تعرفش معناتها الكابيتال يقول لك جوني غيانا فوتر، فهمت؟ نقول لك ما نعرفش جوني غيانا فوتر اسمي شاي زيقال، فهمت؟ طول اللي جاو بكاك كي سون فو كاريمون بور لوي نحكي شويه على المان هكا بون شو امبرسيوني شويه بالكولتور نتاعهم مي تلفتوا لحد لا لا الفرنسيس لا الانجليز لا كذا بون سون تريني دون لا غير دو لوكرين هو مسكنات سي دو لا بوليتيك كي نقعد مع الماني يقول لي شلي له بزبور ما بكل اوكراني بوتين عنده فما كلكو زلمان او فهمت مي لا بلوبار سون تري راديك فهمت. بون هذه زيد تعطي فكره على الاسبي ناسيوناليست زيد نتاع الالمان جو بونس كي فو سوفرير ان بو بلوس ظهر لي على لي زوت. يا بن عايش بنتي نوال سيتوبلي توا سوفرير داكور نجم نعمل جي مانجي ان بون كوسكوس اون فوا شاك 20 ans ولا حاجه باش نمشي لتونس ولا حاجه بون باش نجرب فطيره بالزيت فريكاسي بون باش نروح بدياري هو كذا بون باش يمرسو مي يفا سوفرير ا كوا بوتان لوي البرودوي توا تو كونسوم احنا نكونسوم بلوس كون برودوي معناتها من سي انكرويابل. انت شهريتك 600 دينار انت تحب تصرف في النهار 600 في اوتيل فهمت رافيهم بانكيجي قال لي ربيع ريتوشي هذاك اللي قاعد في الطاوله غاد في اوتيل الفلاني قلت له شبي قال لي انتم ما تراهمش هذوكم نهار اثنين كيفاش تحسبوا بزبي معناتها باش نعمل لهم ديكوفير دي شيك ان بي يرجع فهمت عباد سخف فهمت عباد سخف هاو جات ترينو هاو جات ترينو مانيش نسبو مانيش نسبو يخدم على روح كيفك انت والله مازلت ما وليتش خدمه انا توا هاني نعمل فيها الحكايه خاطر عامله عليها جو بعد ما تتولي الخدمه مازلت سمعت عليك كلمني حمزه بون لو سيل ديبول لو سيل ديبول اللي عندي ما ندخلش على d'autres pages ou la haja فهمت بالعكس c'est une qualité majeure ارتحت من برشا عواج ما نحبش je peux pas lorsque je commande dans une page sportive ولا حاجه ولا كذا bon il va avoir un tsunami de réaction donc فهمت bon c'est positif شيء فرح اما لكن الشهرة هذه bon توجع برشا. هزيتني وحدك للسوجي اللي بعده ربيع. كاش نهزك البلايس الكل. خاطر نعرف سؤالاتك. أنا كي نحط بشر قدامي جلو فيكس. نعرف جيتي دي سون كاركتير ان 5 مينوت. عملت لي بروفايلينج. جاكسبت معناتها تانا انترفيو خاطر. مش خاطر حمزة. نشكره برشا نحبه برشا. ياخو بخاطره حمزة. فهمت.
دخلت طليت عليك شوية ومعناتها عجبتني. يعيشك ربيع، الشهرة متاعك جيت مكسلني باش نوضح، نحب نوضح حاجة. اللي حب يعمل معايا باغ اكزومبل منيش طيب جاب الحاج، حب يعمل معايا انترفيو هكا، يزم يكون فرد نيفو انا وياه ولا خير مني؟ هذا حال الباج سي تانونور ولا بالحق، فهمت؟ دونك ولا العظيم نتكلم من اعماق قلبي، فهمت؟ يعيشك ربيع، ميرسي بالحق، سا في تري بليزير. جون كولتيفي، جيم لي جون كولتيفي. جا واحد عباد بشهيد تري بورني، تري بورني، عندهم دي زوير، ما يعرفش كان يغزر على اليمين على اليسار، عمل سبيسياليتي نتاعهم، سبيسياليتي هذيك مش خارج، فهمت؟ دخلوا في دون ان اوتر دومين تكوش عليك، معناتها بغل يحرف، فهمت؟ ما يفهم في حد شيء من الحياه هذه. دونك لي كيستيون اللي نجح فيهم في لي زيكزامان سي دي كيستيون جين من الاوكسيدون. دونك انا نجم نحفظ كل شيء، نحفظ من الصباح لليل. دونك بو موا سي كلكان دان الفابيت. وي الثقافه حاجه والقرايه حاجه اخرى، ماهيش ما عندهم حتى علاقه ببعض. الكولتور جينيرال هي الكل بالنسبه لي. بون حتى القرايه سا بو كونسوليدي، معناها الامم تتبني بال. ما قلتلكش عاش بنتي، ما قلتلكش انا القرايه مش باه، ان شاء الله باللطف. انت دخلت لي في ان شاء الله هذاك حاجه القرايه، عاش ولد يقرا على روحك وربي نشر. خاطر هذاك زاد موضوع كبير برشا ربيع، خلينا نعاود المساج، خلينا نعاود المساج. يا ولدي اقرا، عايش ولدي على روحك، عايش بنتي اقرا على روحك. هو ربيع الموضوع هذا جوست اون بوتيت بارونتيز، باش نرجعوا للموضوع الاصلي نتاعنا اللي توا فما سو كون ابل لا جينيراسيون زد. لا جينيراسيون زد هذه مولوده من عام 95 حتى ال 2000. هذه اسمع اسمع هذه نوال لا جينيراسيون زد شي بو مو جينيراسيون زد. لا هي لا جينيراسيون اللي مولوده في الفتره هذيك حلت عينيها تلقى فما سمارت فون وتلقى انترنت وتلقى الحاجات اللي احنا ما نعرفوهمش واحنا صغار، وفما ان اوتر موند قاعد يتبني اون باراليل. فما بلدان عطاتو حقو معناها الموند هذاك، اما سونس اوبليي لي راسين ولي باز نتاع الحياه، انه هو القرايه ولو فات انه واحد يعمل لك لاسانسور سوسيال ايتترا. المشكله في تونس انه فما ولا فما استسهال للفلوس عند الصغار على خاطر الانترنت ولات تجينيري الفلوس. عن طريق لي جيم، اللعب لي جو فيديو، عن طريق لي لايف يوتيوب، على عن طريق ستريمينغ، عن طريق برشا حاجات جينيراتريس دو ريفينو. دونك وليهم الفرنك سهل. وي نوال عندك من عمرهم 16 و18 سنه. دونك يبعث للقرايه، عرفت، يقول لك سي بون هاني نخدم، هاني ندبر فلوس، ماهيش خدمه بالنسبه لي. توتي ريلاتيف دون لو تون، توتي ريلاتيف دون لو تون. بابا ما نجمش يحكي لي الله يرحمه، كان ديما يقول لي انا قريت كنت نقرا على شمعه، فهمت؟ دونك سي تون بروبليم، فهمت؟ اليوم معناتها توتي ريفولو، معناتها شنو باش تعمل؟ ما عندك ما تعمل. ما نجمش انا نقرا ولدي يقول له نحي سمارت فون من يدك والكمبيوتر، علاش ما تشدش ريشه وتبدا ما تطرس؟ ما عادش سي فيني، معناتها سي دو باسي، سي دو باسي هذا، فهمت؟ ما يلزمناش نساوي الاصل في شيء، انه يلزمو يقرا بعد هذاك الكل باهي، معناها ما يسالش. القرايه هي اللي تخليك تو ايفولو دون لا سوسيتي دون لا في. شكون مازال يحمي التابونا اليوم؟ معناتها باغ اكزومبل، فهمت؟ معناتها نسمع يا حسره يا حسره يا حسره يا حسره على شنو؟ يا حسر على شنو؟ انت عدى شفت معناتها نهوجات في تونس العاصمة بكري عام 1800، خندق وعباد لابس قشبية مقطعة هو للتورة، ما تبدل شيء ويحكيوا هاي بيان سور، فهمت؟ وسورتو نيبو دو معناتها لا ميدسين، فهمت؟ وديجا اليوم التونيزيان يسوفر بوكو، معناتها دو ديابيت، دي هيباتيت سي، وبلا أزرق، فهمت؟ توا فما توبركيولوز قاعدة ترجع، السل، مرض السل. فما يا يو ديكا ديجنوستيكي دو توبركيولوز اللي هي
حاجة أليخت معناها. نوال لا هي لا ناتور اللي سو ديفون لا ناتور اللي في سون ترافاي. Il faut laisser la nature faire son travail. Elle m'a dit que c'est une sélection naturelle. Et les habiak, les khmash, ou autre le hanout, zifto, les mesfil flous, ou hot fitun, ou kaza, ou andou, ou zid maharouk, ou amel chou, khali amel chou. Jusqu'à l'âge de 40, 45 ans, 50, pshi ala roh, c'est tout. Femtou ala. Abed ma bechtebem, il y m'imagine pour moi, عمري حبيت نشربه. قال لي جاير تسطح هاي عامل شريبة من مش مش جاير سطح عصافر تخرى تنشرب الصابون العباد وزبي وهابط الماء شو مش سافا با نو فهمت ما هذاك ام تيت اكزومبل باغ اكزومبل مش عباد معناتها سي دو موين اج معناتها وصلنا ما زلت تونس رجعت ما نعرفش كيفاش نحكي لك معناتها في عود 2023 اليو رجعنا لزاني 1800 معناتها فما مناطق اللطف ما مقصوص عباد معناتها عايشه فريمون تكوش عليهم معناتها دي زون بريستوريك سي مالوغو اللي مازال فما عباد تعيش هكاكا وعباد مش لاقيه باش تاكل معناها وان باراليل تلقى ناس تلوح في الماكله ولا تصنع فيها بطريقه ماهيش هيلثي معناها ماهيش سين بون زاد نوال لا بوفرتي انتيليكتويل زاد الانجندر لا بوفرتي معناها على اخر فهمت اوتوماتيكمون كان ما تحبش تخرج انت منها الميزيريا وديما كسوفيزون هذيك ديما كيقولوا سوفيز معناتها ديما الحمد لله هذاك اش كتب لي ربي وكاها وفهمت سي تو معناتها لي جون سون ريزيني فهمت ابن عن جد فهمت دونك شي يقعد في كل فما واحد سور ويت فامي نومبروز يخرج شي واحد يقصد ربي على روحه يشونج دو في دو كونتكست فهمت اما فما معناتها الى دور لا ميرد ربي اسمعني لوغسك تو مين موش دون ان شاتو معناتها في قصر ذبانه تحطها في قصر ترجع للزبد فهمت يدورك يعيش لك 20 30 40 سنه في اوروب باش يدور يدور ويرجع للزبد نتاعو فهمت سيتو با بلوس وهذيك هي بالنسبه اوني دي انفيتي احنا سور سيت تير دو توت لي فاسون انت كومون تو تو كومبورت فهمت il y a un écosystème chez les êtres humains il est très dur فهمت كيما في السيرين عمل عميل الإنسان خايبة برشا قاعد يخلص فيهم الكل توا الناس توا تراند جديد يحكيوا على القرش قال راهو الإنسان اخترع القرش أكثر من القرش اخترع الإنسان معناها كان باش نحسبوها اون تيرم دو ستاتيستيك ماهوش الإنسان القرش ياكل شي في بلدان اللي عندها قرش زادة ياكل شي 12 عبد على طول العام في صورة ما هو قرش واحد أغريسيف خاطر مش كلهم ياكلوا العباد اما نجيو نقلبوها الحكايه نلقاو الانسان يصطاد في درق قداش من 1000 قرش في العام شكون اختار على الاخر يقصلوا جناحه وطيشوا حي جناحاته هذوكم لي زيلغون تاعو يقصهم له وطيشوا حي شفت مش عرب ما دي قصدي جابوني معناتها وفما برشا لي سبيس معناها معناه القرش بقي هكا عاب فيه فما لوميت انه هو حيوان هكا شرس اما مثلا البالين بلو البالين ساكون دو ساكون دو هيرتس هذيك وحتى لي بالين تريبال معناها اللي يدوروا ان كوميونيتي هذوكم زاد ماشيين اون فوا دو ديسباريسيون على خاطر معناها تصور الحوته اللي في كبر الافريكا هذيك الكبيرة البالين الكبيرة الإنسان قاعد يقتل فيها وقاعد يعمل يصنع في الزيت وقاعد يصنع في بالين بلونش هذا اللي أكبر واحدة بالين بلو 50 هرتز هذيك اللي دور وحدها هذيك وي ترينو متادي مواد سلم عليك سلام بي احنا وقفنا في موضوع الشهرة ربيع ما نحبش ماهوش الشهرة انك معناها انسان عملت كالك
فيديو سور لي ريزو مشاو ولات كوميونيتي كوميونيتي تجبد كوميونيتي كوميونيتي تجبد كوميونيتي. بعد ربيع دخلت كاريمون في لو كوتيديان نتاع نتاع التونسي، دخلت في لي ميمز نتاع التونسي، دخلت في الكلام نتاعو. ساعات يتجبد ربيع دون فاسون او دون اوتر، حتى كان مش اسمه الويو، هكا جملك اللي يستعملوا فيهم في الفيديوهات، حاجات كيما هكا. انت كومون تو لو في اي كومون تو لو سون؟ والله لوسكو معناتها ترين بور لو ميروار، معناتها سي ديجا معناتها نجحت في حاجه اللي جي بريزي ان تابو، فهمت؟ هو اللي مش الحكايات نتاع حرام وكذا، هذوك نفدلك عليهم، نعمل ميتافور اللي فهمني فهمني واللي ما فهمنيش. فما تخوا بتي بوان بلوك تير نايك، فهمت؟ يمشي على روحه، نرتاح انا يرتاح هو، رتحوا بعض. المحلوه السيباراسيون هكاك معناتها بالتكنولوجيا هذيا بلوكي بوف تير، فهمت ولا لا؟ عس حاجه اللي نعملها بكري كنت نجاوب. شنيا من جي ريان في اكستراوردينير، خرجت كل جينيراسيون هذوكم حبوا يعيشوا كيفي، فهمت؟ في الاكسبلوزيف فما حاجه مقلقتهم في الدار في الكياس، راهو سي توت سيستيم هانسي زيني راهي. معناتها هو المسكين البوليس مش ذنبه، كان تحطني بوليس كان تحطني بوليس نهار كان جيت نخدم بوليس حتى نولي يجلوني بتقترب منكم، فهمت؟ تتولي اللغه هذيك اوتوماتيكمون، فهمت؟ فهمت؟ مش هو عندنا حتى شاوش معناتها في اداره تنجم تقابل البي دي جي ويحكي معك في بيروك، شاوش ينجم يعطل لك النهار الكل، يفزد لك هذيك يفوس اكسبريمي، يحب يوري اللي هو معناتها ربيع بودن. وقت اللي حطوني في السوبر مارشي اللي بالباركينج، وليت شبيك تباركي فم، وليت معناتها ديتكتيف، فهمت؟ خرجت من الكونترا اللي انا فيه، خرجت منه، خذيت حاجات اخرين، حبيت نزيد نطلع كذا، فهمت ولا؟ يجيك ويقول لك ايش هو فما يا سودي، عندك هذيك تعمله وهذيك تعمله وتتقص فم، فهمت؟ احنا لا، تحطوا عساس في الباب البراني يولي يدور في الكوجينه، يولي يدور في الشنابر، يولي يحكي مع لي فام دو شومبر، يولي باختو، يمشي يدخل الكوجينه يعمل لي صحيين كذا، فهمت؟ حفيان يدخل قدام كنيوبيت، معناتها هذيك هي المونتاليتي اللي صعيب برشا باش تبدلها، صعيب برشا. واللي زاغيفيست اللي هاجوا علينا فما انسيغتان نوبليس، يا دي تونيزيان تخي نوبل، يزرع النوار كذا، الاركيتكتور تتحدى مع فما واحد يبني لك بالكون فوق قطو دروج كذا، معناتها يقول لك ستيل امريكان ومش فاهم حتى شيء، فهمت؟ قوس من الغادي ورخامه من الغادي ومنقوش من العيشه كحله، يهبط على مستير وانا شاقق ماشي حتى للحمامات على الكار. كليونات قاعدين ورايا ان كوبل، الكار فارق كبير كبير نتاع لي زاني 70، راهو ينوالي بامبي بيها، يبامبي بامبي بامبي كل فران، فهمت؟ كل فران معناتها حس عيشه كحله سخانه، عرقت تحل فما كل بلاستيك طاير وكنفيذة ولا وين كوش عليك، معناتها ناقصة كان كل موسيقى بتاع إني وموريكون، فهمت ولا؟ عيشة كحلة، الرجل الجاوري حبي طول شوية سكر ريدو هنشوفكو سكر ريدو. وي أنت قلت كلمة مهمة ربيع قبيلة، كلمة ميغوار، معناها انت tu penses que اللي ما قالوهش التوانسة قاعد انت تقول فيه، واللي الناس تقول فيه في التريكن قاعد انت تقول فيه قدام كاميرا وقدام الناس الكل، معناها توا الناس الكل متقلقين من كلام الزايد زعما زعما، اما هما كلهم يحكيوا بالكلام الزايد، وهم تفرش فيها وحده، هو تفرش فيها وحده، كل واحد تفرش فيها وحده،
ماهيش بارطاج وهذا كل بور نو با كومونيكي كيف ما حكينا من الاول. معناها هذا خاطر هما الكلهم يحكيوا اما عمرهم ما يحكيوا مع بعضهم. انت جيت تسرت الحكايه هذه، هاني انا باش نحكي قدام الناس الكل، قدام الام وقدام البو، وعجبك عجبك ولا شرب ولا طير قرنك. معناها انا كي باي توفى الله يرحمه، دونك ما عادش ريت حتى شيء كيف معناتها مبلوكي. حبيت نحكي يا ولدي فيقوا، راك ضايع في وقتك، ما تسمعش كلام وراهم انسان انتليكتويل مو منيك بوجيتي، فهمت؟ بوكو عاله لنا اوكين سينيفيكاسيون، راهو يبجع فيك بالفارغ. هذه ميتافور، مانيش نحكي على حتى صفه عامه. يلزم الإنسان ما يضيعش وقته، ما يبيغ با سون طون. عايش بنت الناس، تحب تفرهد برا تفرهد، ما تحمص روحك، راك جيك غص. اي، وهذا كل مبني على الخوف كما كنت تقول ربيع، خوف من العائله، خوف من السوسيتي، خوف من يا نوال. مش اسمه خوف برك، فضيحه. كلمه فضيحه، مش تخلينا فضيحه؟ عايش بنتي، مش تخلينا فضيحه في البلاد؟ علاش بوك اللي بناه الكل وكون كل شطيحه، معناتها شو اللي راسه مدنقس البلاد؟ ها تتبشع الطفلة تولي كريسبي، سكر سقيك. عايش بنتي سكر سقيك أخي، واحد شو يقعد هكا نهار حياته كاملة سكر سقيك؟ عايش بنتي حتى النهار كي تشي ترقد مع واحد سقيه تقعد مسكر، فهمت؟ يقلق منها يفتير نايك، فهمت؟ والله العظيم فما دي زيشيك، معناتها نيفو كونجوكال كبار برشا من ناحية الإدوكاسيون بارونتال تاعهم وقلة التربية متاع الوالدين. فما والدين عندهم قلة تربية وقلة احترام، هو نهار كل يكحل وشايخ وفي مدولة في البحر شايخ، وحاصر البنيات وحاصر المرت وحاصر كل شيء، فهمت ولا؟ واخته كان مبارد تا يحطها زادة يعقب يعس عليها، وهو تقاه أكبر فست خاطر يبرون سون كاب بور اون جينيراليتي. هو على مو فاسد ينو زادة هي فاسدة، فهمتوا؟ خايف عليه. دونك هذيك مشكلة كبيرة في السوسيتي. وتيت بناء تولي في بول دو نيج وما عادش يوقف حد شيء الحكاية هذيك. مشكلة 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 كبيرة برشا، هي اللي بيختيم تاع البشر، فهمت؟ كل واحد معناتها الفرونتيير متاعك انت، الحدود متاعك هي في اللي بيختيم تاع انا جو في اتونسيون ا ميز انفون، نحاول توا مي معناتها جوني اوكين شانس دو بنتي شانس دو، معناتها بنتي كبروا، ما عندي ما الاكسبلوز، ما عندي ما نعمل، ما عندي ما نعمل، شنو نحطها كومبلكسيه في الدار، نتسنى تغزر من الشباك حتى يجيب خان شارمون والواحد يلعب بالجيتاره كوم لي كونت في تحت الشباك، نسي دو باسي، ما عندي ما نعمل. دونك انت معناها انت اللي عليك باش تعملوا عملتوا وقت الوقت اللي باش تربي به وتفورج لا بيرسوناليتي نتاع اولادك. انا تعلمت ربي برشا الحمام، وعندي الحمام موجود، الفروخ يخليو لك كان الزك في العش وطير ومشيو على روح، فهمت؟ سيتو، هذيك هي لا ناتور بو موا نيفو، معناتها دو لاتر هما ولا تحب انت خلي الزك في العش والتير يمشي على روحه، يعيش على روحه وشيخ على روحه. كان عاود جاء طل بمحبة مرحبا، أما مش حاجة لازمة يسمك كل يوم برا طل على أم كذا. فما عباد تعيش في فرانكفور يخدموا يفهموا الألمان، اللوم تفهم، نحبوا بعضنا من البعيد، سيلو ديستان، فهمت؟ مش إيش مكتب لك ربي، سيلو ديستان. فما لا تيوري يفو توي لو بير، انه هي معناها انت تحكي دون سو سونس ربيع، انه وقت يفو كوبي لو كوردون مع في وقت من الاوقات مع لا فامي باش الشخص هذاك يعيش حياته، وانه الحب ما يوليش ان فاردو، معناها ماكش مطالب انك تحبه بسيف، معناها ابوك ولا امك، وخاصه في صوره ما هو كان ما كانش agréable معناها لي بارون. ومن بعد تقعد ديما المارج في كي يكبر وترى مثلا ترى ولدك يعمل في ماشي في ثنيه خايبه،
انت كيفاش تنجم تعمل معناها بعد بور لو ركادري ان بو هكا بروفيتي دو شويه الصلاحيات اللي عندك ان طونك بير باش تنصحوا والا باش ترجعوا تقعد له راسه كيما نقولوا بالتونسي. بون كلمتين نقول لهم وينك ولد اقعد مش مساس واش بيك هكا اش فما علاش تعمل هكا معناتها مش كما في تونس هكا تخليني فضيحه في البلاد فهمت هو يخمم على روحه هكا تخليني فضيحه في البلاد مي انا بناتي قلت لهم عاش بنتي انا كل واحد خليت له في الكونت نتاعه حق البيرمي البيرمي تكلف نقولها لسوم 4000 يورو كل واحد حقكم بالبيرميات نتاعكم حتى كانت طلعت ليميتي انتليكتوالمون نيفو القرايه نعرخت تي بو اتر فليكسيبل بالبيرمي نتاعك ما نحبكمش تستنى في ترين ولا حاجه فهمت ولا كيما بوكم البيرمي نتاعو مفكوك كي ترينو يعمل روتار تقاني علاش البيرمي مفكوك سي تري سامبل خطر في المانيا ماكش في تونس في المانيا ماكش في تونس ما عندكش الحق انت ماشي تعمل جو تقتل عباد دي زينوسون في الكياس تشرب وتسوق نجم تقتل عباد مروحين من الخدمه وعائله كامله في كريبه احنا في تونس نو حتى ريحته بالشراب هابط شباك هذا بون هذا فهمت كان حب يعدي له عدي له عند بون سيتو مي أبار سا 90% تتسلك قطر فيهم يشربوا من الصباح الليل في البحر في القايلة 50 دقري على الأمبر شراب وبير وكذا وخاتم كريب يركب صغار ويقصد ربي فهمت سي دونجرو خاصة في تونس خاصة في تونس خاطر في تونس كي تسوق ماكش انت تخمم في ألمانيا كل واحد يعرف الريسبونسابيليتي نتاعو نيفو معناتها تيكوت في تونس يزمك انت تخمم الخرا قدامي اش مش يعمل زعما شي دور شي ياق شي يوقف يوقف قدامك ويهبط ويحكي بوس ويحمل فهمت تحب توقف ستوب يزمر عليك ما يخليكش حتى توقف انت هناك ترينو شي تعدى في نابل يعمل ايه لما ترينو جاي معناتها سينيال يزمر على زيب يهبط قلت شبيك تحب تقتلني انا عائلتي قال لي ليه كنت عندك وقت باش شنو عندك وقت باش معناتها هذيك ان بتيت اكزومبل دو ميرد فهمت إلا بوكو دو سينيفيكاسيون هذيك لي ريسبونسابيليتي إلا دي ريبيركسيون جوست من لوطا حتى للفوق جوست سومي معناتها وي علاش توا رئيس الجمهورية يشوك بليزيور بيرسون معناتها علاش خاطر il va travailler ma يخدم بقلبه بربه فهمت مش ندافع عليه ولا حاجه يخدم بقلبه بربه نيه يخدم قلبه بربه الى فيه دي بروميس وش يحاول عنده مرمه كبيره برشا والمرمه هذه هي ماهيش كافيه بوغ شيف ديتا ربيع يا ودي مش مرمه او نيفو راهو دي ادمنستراسيون او نيفو من المونتاليتي ما تحبلها انكور 100 عام كان معناتها باش تتبدل وماشي nous entrons dans l'avenir à reculons فهمت سي سا لو بروبليم داخلين في المستقبل بالمارشاليه باهي الميتافور à tous les niveaux نحكيو اللي احنا متقدمين وذكيين وكذا لتو ما عندناش ضو في الستادات معنيش ستاديت ساعة مش ذوق كلمة ستاد وين يلعبوا وين يكوروا بطحة حتى اللي تيران دو كارتي معناها ساعة ساعة هكا تقاشي ان كارتي دي ما لبس عليهم معناها مش تلقى وانتي قلت لي مقبليك شبت لي مقبليك قلت لي لا نحكي لي أنا لاني ألماني لاني تونسي مش نشي با لسول تفهم اللي عايش في تونس يقول له كلام ما نيش تونسي يحس في روحه من اليمن ولا ما نعرفش منين يقول لك العرب ذوما والتوانسه ذوما كل واحد on est toujours à la recherche d'une identité اما في المانيا je ne peux pas dire انا ما نجمش jamais باش نقول اللي انا الماني شيء حشم je ne suis pas un allemand je le serai jamais فهمت معناتها impossible
ولدي نجم يقولها. أما شي يقولوا له ولد التونسي شتقعد له دي زون برم دي تونيزي نغابي عنده ديجا ان اتيكيت ولد التونسي. ولد الألماني ولد التونسي ديجا قعدت ولد الطلياني ولد الإسبانيوري شتقعد هذيك ربي يستر كان بعد 100 سنة شي وليش اسمه ولد التونسي. فهمت الاسم يتبدل كما بوال في الشوكة ولا بومعيزة علاش ولا أسامي يخرج هكا تقى شد معزة بكري فهمت جد جدو شد معزة عايت له بومعيزة بومعزة ولا بومعيزة فهمت فما ألقاب فيهم وصم كما كما عتيق لقب عتيق تعرف القصة بتاع لقب عتيق لا قبل كان فما الإسكلافاجيزم في تونس الرق كي تنحات الابوليسيون دو الاسكلافاجيزم يقول لك فلين فلين عتيق فلين حتى السيمة قاعدة تتبع فيه معناها انه هو فلين عتقه معناها من العبوديه معناها خليه يختار لقب علاش باقي يتبع فيه الحكايه نوال نوال ش قولك خاطر تو مازالو 12% راه فيه كانش نحطو في الباور بانك بطبيعتنا يلزمنا نعملو بوز توا ربيع خليه نعمرو و بوسك برشا نقول لك دالوغ احنا بطبيعتنا باش نعملو بوز خلي نقص الوحده ونرجعو بعد الفاصل ديب كونفيشنز بودكاست مع نوال بيزيد رجعنا بعد الفاصل رجعنا بعد الفاصل كنا برشا حاجات ربيع بالحق كان جاي ليدي نقعدوا أكثر من هكا برشا هذه البارت الأخرانية متاع موش حوار احنا قاعدين نحكيه مع بعضنا نحكيه ونحكيه ولا عز حاجة عزها ماهيش معنيش الوبليغاسيون ديتخ دان زون انترفيو هكا كلاسيك سؤال جواب نجم تسألني انتي كتحب راهو نورمال نسألك البلاد تعبتك شوية اوه مش تعبتني أنا الفكرة متاع البودكاست هذية جيت من تجربة شخصية اللي أنا تعديت باكتئاب حاد une depression aiguë اللي هو نتيجة متاع تراكمات هو ديجا أنا بريديسبوزي جينيتيكمون أني أنا نمرض بالاكتئاب خاطر خذيت الجين معناها من عند شكون عند أمي ولا بابا خلي ما نخليش التهمة عند واحد فيهم مي بعد الى سوفي انه تتراكم 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 باش تترشق الحكايه في نهار من النهارات وكي جيت نعمل في البيلون نتاع الحكايه نلقاها ان غراند بارتي جرت لا سوسيتي التونسيه والسيستيم التونسي معناها كيفاش انك كي تخدم سامحني نوال مش جرتك زاد انت اوسي اوسي معناتها اني توس كومبليس معناتها الكل اي اوسي انا كلي دخلت في السيستيم التونسي اللي بار شوا ولا بار اوبليغاسيون راهو فما حاجات زوز معناها فما منه مشيرتين مي فما ساعات مثلا يقول لك الخبزه مر لو ديكلونشور الاخير اللي صار الحكايه اللي انا رضيت اني انا نخدم من غير كونترا مع شخص كي ابيزي دو دو de mes capacités intellectuelles ou physiques dans le sens نتاع الخدمه معناها برشا خدمه en terme نتاع durée ou كل شيء نخدم نهار عيد نخدم نهار احد نخدم بعد الوقت وكل وهذاك كل ماشي تبع بعضه معناها ما قعدتش نفكر عليه فك الارشيفت وكل الحاجات هذيك هذيا اون غرو شنو هي المشكله وبعد قعدت تتراكم 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 لين نهار من نهارات حسيت روحي انا قاعده نضر معناها ما لقيتش فلوسي خاطر وقت كي تخدم غير كونترا ما عندك حتى اثبات اللي هو ما خلصكش فما لابو نتاع الوقت ولا لي زابو كلهم عملت كونترا مورال فرستراسيون كونترا مورال عملت ما زعما لا يا اوكين مورال في الحكايه معناها نجم كنت انا نجم نضر وكان هو كمشغل انت سي تام مانك دو كونفيونس كون lorsque tu n'imposes pas un contrat signé il n'a pas le mais la متخدمش donc ما تخدمش تقعد ما تخدمش اي تقعد ما تخدمش اللي هي ماشي حاجه صعبه زيدا نوال عايش بنتي écoute moi en Allemagne معناتها c'est une chose impossible اسمو شفخت صعبايت اربايت معناتها تخدم في الاكحل donc tu ne payes pas d'impôts ou sans les impôts الحكومه ديما تهرم
بون كان شي يمشيو في بلاصتهم بيان سور هذا موضوع اخر مي انت يفو سافوار دير نو فهمت وي يفو سافوار دير نو tu n'as pas pu dire non donc tu assumes ta l'entière responsabilité اللي كنت مش من هو فهمت اي اوكي انا نقول ليه نقعد ما نخدمش pendant x temps شنو نعمل توا هكا نوال انت تبارك الله عليك مثقفه برشا فهمت دونك tu ne travailles pas نقعد ناخذ في مصروف عمري 30 سنه ناخذ مصروف على البابا مثلا توا انا قريت بنكي بورس والحكايات وتو سكي اسيرونس حكايات هذوكم كنت نجم كون كورسي معناتها في بورصه ولا حاجه كما نقولوا ولا اجون داسيرونس بون Je suis inapte, Tony, manette. Fifi, Allemagne, avec ces putains de BEP de merde. Donc, bon, j'ai travaillé plongeur. Nerdem, manette, fi parking, t'as presque 5 hectares. Femte, kbir, femte, 50 000 mètres carrés, manette. L'outan, 10 sur le braut, qui n'douj. Rawah, on douj, je me sens, manette. Tu aurais pu peut-être تخدم كيما نقولوا chef de personnel معناتها في بلاصه من البلايص tu changes معناتها tu n'es pas obligé de rester dans le journalisme معناتها هو ديجا انا عامله reconversion professionnelle راهو معناها le journalisme ما سماهيش الحاجه الاصليه اللي قريتها c'est dommage mais il faut savoir s'adapter à toutes les situations donc je suis très pessimiste Mais au fond, j'ai toujours su me relever. عمري في حياتي, ça fait depuis 25 ans, عشت مأساة في ألمانيا. وذل اللي عمري اللي عشته مش فيزيك, مغال, نحبش الحقرة. Donc, عمري اللي في التليفون لسه شكيت الولد. شنو حوالك لباس عايش ولدي. هي من صوتي تفهم اللي فما حاجة سافا با. لا لباس حتى كيما لا لباس مش كيما لا سوا سوا شنو نقولك فما معناتها ما نعرفش كيفاش نفسر تحس هي باغ تيليباتي تعرف كل شيء فهمت سي سا القوت الام مي با بلوس فهمت دونك سي توجور سو ريليفي ما تيت وما نحبش جو نفو با بارتاجي جو نفو با مي لامونتي خاطر البشر على صاحبك كي تفوتو راهو يتمنى لك الخير والنهار اللي يجيك الخير سويت لو بونور لوسكو لو بونور فا تاريفي معناتها شي يولي ماشي يحبك شي يولي يتمنى لك الشر يغير منك يفد منك انا ميزامي دونفونس الشهر هذه نتاع فيسبوك من البني قردان للطنجه معناتها فهمت وصلت ا مومون دوني وين العالميه حسيت روحي تجيري Les Algériens, tous les Habouni, ils sont très conservateurs, mais Habouni, femte, je mets l'extrême, c'est quelque chose d'incroyable. Ou Omri, la première vidéo, la deuxième, Omri, la Sadakt, et je vais gérer la situation pendant que mon coulom 2016-17 jusqu'à 2023. Mais la chose qui me tue, qui me fait mal, ou t'marravni, Anna, il est. يقارنوني والله كي قاروني باغ اكزومبل بجلال بريك سو ني با غراف بون الي ان بو عنده شويه هبله كذا ميحب حد مغيار برشا مي كوميم الى سيغتان باجاج انتيليكتويل فهمت دونك شعلنا في هذا شكون يقلقك يقلقوني كي يقروني بواحد طلع معناتها نيفو ايغال ولا شي ايغال ولا انفيريور على الزيرو فهمت ولا انا فلان شو عنده شهره ما معناتها اوني دو مون توتالمون ديفيرون معناتها يحطوك في نفس الشكاره فهمت ولا وانت معناتها ان طونك روا دو لا ميتافور وتعدي في J'essaie de passer des messages, Manette.
والآخر ما عم في حد شيء، نهار كل ما تدوجه في لايك والعبيد تضحك عليه والعبيد تحطه كيل قرد، معناتها يقارنوني بيه ولا عاش. أوه ربي عم شوف شلون قديش عمل من الفيو، نطفيه شوية وبعد نبلوكيه مسكين، فهمت؟ عليه نبلوكيه، نبعثوا عليا خاطر ما فهمنيش، خاطر ما كومش ماشيين فرد ثنية و... On n'est pas sur la même longueur d'onde. Saad Marraz, je discute avec des idiots. Où j'ai wahdé, bien sûr, quelques énergumènes. Hadiya, manette, elle fait partie des 10 commandements ou alors 11 commandements, manette. Elle est mishi chenin de lui, ou alors yom chichana, manara. Ah, mais là, zimni, n'a pas wakt bach nji n'tolle alik. هذا سي ان فورم دو بيلريناج، تجي تعمل ثيرابي عندي. اللي عمره اسمع حس عصفور، اللي كان يخرب في العشوش وهو صغير بتل وبقصب يخرب في العشوش، يولي يحب العصافر، يولي يحب، فهمت؟ يولي يحب الطبيعه. انا نحب نعدي لهم ميساج، لورسك تو ريسبكت لا ناتور تو ريسبكت تو ميم، ما قلتلك سي تا ريليجيون لطف، اما بور مو La nature y est le cul, elle va reprendre ses droits, inshallah, ya Rabbi, elle va reprendre ses droits, tôt ou tard. Femte, elle m'y amenish, ama inshallah, ya Rabbi, manette ta tabia taq ou l'haq n'taha, ou tirdim al'alem de ce monde de brut, femte, un monde d'égoïste, de salopard. Dima n'koulou, ahna, hacha, rjel, ou arba ka'bet, femte, dima n'koulou. Ama... الكل يعني هي اللوم لترم اللوم نقول واحنا بصفة عامة، تعرف أنت كلمة حتى في أوروبا لوم بيقى عن غران عاش ايه فهمت انزل وكاو نساء ذوما نساء بور موا هلسان توت ميز أمور كله نحب نساء، علاش؟ مش نيفو سيكسويل با دي تو، الخاطر المرأة هي اللي لأصحاب لحد شيء، اللي خرجوني من المير ده فما كان نساء، نساء اللي هما بو موا دي أوروبيين، خرجوني معناتها دين سيتواسيون اللي شنضيع كل شيء وش يروحوا بيا كلش. أنا مشيت لألمانيا غوكروبون فاميليال، مي المرأة اللي خرجت معها لبس عليها وكل شيء، شنو لبس عليها؟ مش غنية، مي لا ميزون كبيرة دون زان كارتي شيك، وتخدم معلمة في توتو لوتو في اللوتري ناسيونال، كنت شتاف دو بوبليسيتي وديريكتريس نتاع سبورت اون درايزن اجونس دو بيرو زاد. لبس عليها، هل افي 15 ans دو بلوس كو مو، مو جافي 30 هي افي 45، دونك حبتني، جيت مشيت جيت مشيت جيت مشيت، لما سورتي دو لا مير دورت لي شعري بدا يطيح كمونك سوس او نيفو معناتها فيزيك، تي نو با ريستي جيغولو حياتك كامله، معناتها ديما تولي قد ما تزيد تكبر قد ما نسا يكبروا، وقتها تولي تخرج من القبر ولا تولي دور كما نقولوا في لي ميزون دو ريتريت، اش باش نعمل؟ سي با ان افنير، انا مش ابيت لوكراتيف، مي البنايات وقتها اللي يبعثوا لي كارت بوستال افيك ان بيزي بالروج اليف، ما عندي ما نعمل بيهم وقتها، فهمت؟ وبعد خرجت الغنيه نتاع مايكل جاكسون وقتها، تبعث لي هي هو فضلون، هو تبرنا فيها راس العلوش مصلي في نابل، تبرنا فضلون، والمرأة ذي ديما تبعث لي بوستة كل نهار الجمعة، البوستة يجيني يجري للقهوة يقول لي ربيع جيت الماندا، اي لا الماندا ماندا الماندا اي ماندا فيها مليون و200 دينار كل نهار الجمعة، دونك وزير ياخذ مليون و200، جنرال ياخذ مليون اي دون لو تون برشا فلوس تسمى هذوما لي زاني، مش دون لو تون نقولوا لي زاني 96 97 خرجت عندهم 20 سنة بضحك ولعبرة دونك نجبدهم نحطهم في جيبي
ونمشي نهز أصحابي زوز وثلاثة ويغنيوا معايا ونمشي البوستة ونجبد ماندا ونمشي البوستة ونجبد ماندا أي 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 عم فضلون ولا أنا صحين والله أنا صحين والله نغنيوا شيخين روس مسلم نشرب أشرب كذا قديش 40 دينار ايش يصرفوا ما كل مليون وميتين كعبة كعبة شاتو مرنيك 3500 راس علوش 3000 في بلاتو عظمة مقلية صوص طومات شوية كرامبيت معناتها ان غارنيتور هبل في السانك اتوال ما تراهمش الشيء هذا ما تراهش الشيء هذا دونك ولينا الكل نمشيو الفضلون فهمت وقعد ديما نغني فيها الغنية هذه حياتي كاملة نغني فيها وما ننساهاش والمرأة هذه تجي للسوبر مارشي التقديم ديما نهار الجمعة وين الغنية طلعت أنا متلقي مي كي تراني راتني بعد 15 عام وين شديد نخدم أنا با بخي 20 عام شديد نخدم في السوبر مارشي بعدنا ما يفي بلو أوكان كونتاكت دونك شافتني قالت لي ليغيت تي غابيا قلت لها جيت مي جود قلت لها انا عندي 4 صغار لبس الدمعه نتاعها كي هبطت هبطت عرفتك اللي تكش عليه معناتها مليانه هكا هبطت وحدها انت عندها جايه ودخلت مسكينه والله وجعتني وجعتني برشا نهارتها فهمت بون سي بلو دو لامور مي الما سوفي هي منعتني من ديكادونس راهو دخلت في جو بسببا من المرس والسيكايو والبراكة والتوغ بلانش والبلاتزا والعبيد طحت في جو متاع واحد ولا يسكر في السوني فهمت شنية الكمية معناتها الكمية كعبة برقدان ودرشنوة وزيتون معناتها عيشة كحلة متاع واحد شي ولي الكوليك ومشيت نسا في حمامات نقى انا هابط من التاكسي ماشي الاحسن الكاي اسمه يعمل كم ياسمين وفما الاولاد البلي قال يا معانا نسر ما نسر الجو التونسي بصفه عامه تواول تواول وكالكو في دو جوا دور من الطاوله الطاوله فهمت ولا الزميم انا بالشرب والولاد شيت واحدة بنات فكوا سبات طفلة شوفوا بكليم صرفوها يضربوها ضربوها ونحاول السبات طلع عليه شك فهمت قالت لي خراتي ودراش نوى فهمت ما حسيلو نسيت الكافوياش هذا قلت لهم الولاد بيكا تاكسي ما زالت واقفة قلت له بالله وصلني السنتر بتاع حمامات اطلع قلت لها عش بنت يطلع طلعت السنتر بتاع حمامات دخلت الحنون سبابت يا حفينة وخطر تصبت فهمت انا عرفت 23 دينار كشير هذيك شريت لها سبات فهمت قلت لها سوار هو سروال مسخ عجبه ابيض جين ابيض فهمت كمل خو جين خذيت جين فهمت فرحت انا علاش فكرت فاز هذه خاطر الدمعه نتاع العزوز هذه انت فهمت قيت زاد عينيها صغر قلت لها يا برش تسر معايا في البلازه وين عجوك منها وما حتى مشكل التاكسيس قال لي شنو قلت له ما الكونتور يخدم مش بيه قلت له شنو مشكلتك فهمت ولا ختم رجعنا الكايا كلكو سنتين دو متر فهمت ولا دخلت قعدت في الطاولة دور قربي مشيت عم في واحد قلت انا عم في واحد الاثنين الثلاثة الاربعة قلت مشيت انا اي قعدت كذا بون شربت 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 جوني جامي يو دو غولاسيون افيك اون تونيزيان معناتها من لي في دو جوا هذوما فهمت تاع الشارع كذا نوال روحت هزيتها كيما نقولوا احنا معايا عملت جين غولاسيون سيكسويل ما اللي تي تري دوس معناتها
بالنسبة لي أنا مشكل معناته سالبيوت ولا حاجة. بو قالت لي كيفاش نروح أنا؟ قلت لها أنا 15 كفيوك باش تروح. قلت لها ما جيت لها. وقفت في الكياس في طريق المخيار دو في تاكسي دهت قلت بو هاي اللافونتيو الحمد لله واحد ساعة في اللطش يا ربي فهمتي هديت مش عملت هكا رمضان دخل يعني معناتها أبخي كان جوغ بالضبط لبخومي جوغ متاع رمضان وقت الكلكينيا الدنيا مسكرة وكل عباد وجوها بدأت صفار وبدأت الريق وكل معناتها كل الجو كما قلت الريتوال هذا عملت هكا و تلاقينا زوج بنات وانسة وهما اون كوبل انا جيت مشي هاي ربيع انا دار في حمام نقعد شويه قلت انا نمشي معاكم مش جو مشيت للتواليت باش نعمل بشار جاتني كشوت بيس عرفتها البوله اللي تحرق انفيكسيون اي يورينال معناتها يورينير اسمها ايه يورينير يورينال يورينال بالالمان دخلت بعد سيرش في 25 سنه عايش في المانيا معناتها حتى فهم دي تيرم كي معناتها اي كلهم بالالمان دونك تفجعت وكمل معناتها هو مش تابو معناتها تفخ شويه تفجعت زدت تفجعت واحد يفرح اما يتفجع فهمت فهمت عملت هكا و مشيت طول السبيسياليست قال لي عاش ولدي لا بروجين فوا معناتها تيليز دي بريزيرفاتيف فهمت قلت له والله شارب وتعديت لي لا موفمونتي مانيش نسانس بالجو ونسيت الحكايات هذوما قال لي هذيك كان متداويهاش توا تنجم تسبب لك في السيفيليس كما نقولوها بكري مش من بعد فهمت قال لي في كومبليكاسيون عملت سيز انجيكسيون فهمت وكان لي درس كان لي درس لوسون معناتها انا ما فيغتي اون فودو هو معناتها زيد فهمت او الغولاسيون سيكسيوال ما كيما نقولوا تنسيه بون جي اون غولاسيون سيكسيوال مي سيت اون فام بروب معناتها ماريي مش معناتها كدور انا ان استانس دو ديفورس ما سي ريان باسي اما هذيك سي لا بروميير فوا اون في دي جوا نتاع كلبارات و وكل حوم وكذا اللي هو اون في دو جوا ولا مش اون في دو جوا يبو ميو كو سو بروتيجي معناها اون جينيرال لا لا هذا هو الدرس نقوله للشباب معناتها هو لوتيليزاسيون هو نتاع البريزيرفاتيف هذا ينحي لك الشارم نتاع كل شيء تي كومبرون سكو جو دير سي نو با افوار اون ريلاسيون اموروز افيك ان plastique sur la bite, arrête, ça énerve. Le fait de l'installer, déjà, ça énerve. Même que... Les, tout ce qui est naturel, manette, il s'évapore. Mais c'est malheureusement, les maladies, qu'adine intachlo barsha, donc entre naturel et haja mortra, voilà, irréversible, taoua, jusque-là, mazel ma femme, une cure, manette, mazel quelques... ريشيرش معناها في السيدا وكل شيء لكن مازال ما فماش حاجات دونك فما حاجات ايريفيرسيبل معناها لو فات دتر بورتور على الاقل دو فيروس معناها سيرو بوزيتيف تتسمى جي بوكو دو وي وفي تونس راهو الموضوع هذا زاد ما ان شاء الله في حلقه من الحلقات نحكيوا فيه انه المرض هذا بالذات قاعد ينتشر اكثر فاكثر وناس كل قاعدة تغم في الحكاية كو سوسوا من لي ريلاسيون نون بروتيجي كو سوسوا من الدروغ بون ترانسميسيون با مير في فيس ولا في هذاك قاعد فما حلول فيه انه البيبي ما يجيش مريض لكن كنا نجم نتجنبوه معناها بطرق اسهل من هكا برشا ربيع وي قبيلة جوست هكا ان بتي كومنتير على البلام نتاعك نتاع لا كومباريزون مع عباد اخرى وكل شيء سو كو جو سون وهذاك علاش انا كلمتك وحبيت عليك انت معناها دون الناس الكل من الناس اللي زعما سي سون كومباري بيان سور
على خاطر جو سون انه لوبجيكتيف ديغيغ سو كو تو في اي نوبل بيتيتر لا فاسون نجم تعجب ولا ما تعجبش هذاك موضوع اخر مي انت زيد tu as choisi de choquer pour attirer l'attention على مواضيع اللي تخص العباد واللي هما يبغوا سيدنتيفي فيهم مي مالوغوزمون كيما نقولوا حتى جو سوي سيرتين انه حتى الانترفيو هذايا زيد باش يكون داخل في العجله هذايا كيما يقول لك المثل كيفاش هو العاقل يوريك القمره مي ليديو ريغارد لو دو Lorsque le sage montre la lune, regarde le doigt. Je la vois venir. Il y aura des commentaires. تو نحكيو ساعتين شنو قعد العطش انا معناتها هذا قعد سلمى ما عادش انترفيو معناتها احنا من الاول اي بون لو جونغ دو بيرسون اللي يتبعوني جو سو سيغ سيغتان يحبوني بون يا اون فورم دو جالوزي يقول لك علاش هو كيما نقولوا انا نصور في روحي قدام التور ايفيل فهمت في باريس ونعمل معناتها 20 فيو عمتي وخالتي وولد عمي هو علاش يصور روحه فهمت ولا كعبة بيرة ولا بستيك ولا بحاجة بون on n'arrive jamais à comprendre علاش فما مشكلة نوال اللي مزروعة فينا بلاش فيه ما تحب علاش تحب وش يهمك فيه انت الاخر علاش حب هذيك ولا علاش ما فهمتش انا مانيش فاهم شبيك ماكش فاهم ما فهمتش فيه ما علاش تحبه هذاك ضحكك انا والله بكيني كل واحد كيفاش حتى انا وصلت نقول لك تو هذا يضحك يا خويا اخرين اول اول شفتوا الفوق اي شفته دونك وي احنا نحكيوا على الحب اون با فينيغ مع الحب هذا اسمه انترفيو حب الذات كلمة تحشم الحب ما هو هكا فيه شوية هكا تعقريب راهو الانترفيو خاطر انا نحب جو ريكولت لو ماكسيموم دانفورماسيون تونسي نجم يقول نحب التراجي نحب الكلوب نحب لتوا نحب السي اس اس حتى صعيبة حتى دار فهمت اما باش يقول نحب مرتي صعيب باش يقولها صعيب يحشم سيت يحس روحو ماتشو فهمت ماتشو بالعكس يراوها ليه يراوها الموفي بالعكس يقول لك انا كي نجاوب مرتك انت راجل توا كي نجاوب طفله على الفيسبوك شنو لحاس وليت يا ولدي مات الكل من اللي بغوي جروب من الاول وقت اللي حليت الجروب را نقول جروب علاش كان نقول جروب تقول ايش بيه يحكي هكا فهمت دونك يسمني شو ما تعرف كي حليت الجروب فهمت فهذا نقولوا برويتا احنا نقولوا برويتا فهمت دونك عرجيل برويتا كي حليت الجروب هذايا يافي دي سنتين دي سنتين دو فام دون راهو من الاول يعملوا في لايفوات وبعد يدخلوا له مع البريفي يلي بيك يلي عليك فاش تعمل غاتي كذا هدوهم عملوا كل شيء هربوهم الكل هربوهم ما عاش عندي حتى طفلة في الجروب دي ولا تخوى ما نعرفش هكا يبانولي مشيوا على ارواحهم سيتان خوياب مناخ رعب عايشين فيه مناخ رعب تحط لي محليك وربي فضلهولك فهمت ربي عينك يشيها تسونامي متاع انفيتاسيون وي مادي بي تحكي نعملوا الانترفيو ربيع مازالونا 10 مينوت في البارتي هذه نكملوهم جاوبني وهكا وافيك اون علل جوابك كما نقولوا اللي نحبه في روحي هو شعري
اش بيك تضحك؟ علاش تضحك هكا؟ شنو نحب في روحي؟ بون افيك لاج اللي نحب في روحي لا سانسيريتي نتاعي. اللي نحبه في الجانب التونسي نتاعي هو التمبيرامون. التمبيرامون تونيزي. اللي نحبه في تونس والتوانسة هو لو سييل تاعنا و لي 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 3 ميكرو كليما اللي عندنا معناتها. ولو انه تونس عملت ولي تروبيكال راهو من عمايل الانسان تعني الليتورال نتاع الليتورال نتاعني فزدو اللي نحبوا عند التوانسه اي سون تري كول اي سون مون فوتيست فهمت ولا يمشي لي دار وقت ما يحب اي سون فو كاريمون بيعها بلفته سي با مال سي ديجا ان كاليتي اي عندي فو اوسي وي عندهم دي كونسيكونس معناتها وزعما سافي بارتي معناتها ينسيوك في التعب والستريس نتاع المانا كي تعدي 3 سيمين في تونس ينسيك في الستريس وفي البونكتواليتي وكل خدمه وكل معناتها اللي يحبوها الألمان. أكثر حاجة نفتخر بها كتونسي اللي أنا مطهر شنو نفتخر بها ماكلتنا ماكلتنا الكفتاشي متاعنا الحوانت كفتاشي متاعنا بريمون والله سي معناتها بريمورديال بالنسبة لي أنا الجاسترونومي متاعنا من العز ماكلة في العالم الأجمع بالنسبة لي أنا. لا روم ستيك ولا كروفيت ولا حتى شيء صحيح تونسي. أكثر حاجة عملتها وفخور بها ال ويو ان ايتا ديسبري الشعب الويو شعب الويو وما فامي ما بتيت فامي زيد. أنا أعطيني هكا ثلاثة أوصاف متاع شعب الويو الإيديال. هو ال نفو با معناتها يكون صوفي معناتها بار لا ليبرتي ديكسبرسيون مي موليش يخلوث برشا فهمت. نحب ان وي كونسيون يخدم على روحه فهمت يون باراليل مش يمد في وجهه نهار كل على الفيسبوك. نحبه معناتها مش بلاد وبرك للعالم الاجمع هذه يخدم بلادك ويخدم بلادك نخدمه احنا هذه الاكتير هي الجلوب هذه متاع البشر الكل معناتها وانت وين موجود يزمك تستحفظ على فهمت بوين لا توليرونس نحبه يكون توليرون. وي اكثر حاجه تخوفني الفتنه يركبوها لك يعملوا لك عمله يعملوا لك عمله تمشي المطار ما نعرفش هكا وحاجتين بيك انت تسوق على روحك فهمت يعمل لك ما نعرفش طيش لك حاجه انا نعرفش حاجات كيما هكا لو سابوتاج معناتها الغدره حاجه نخاف من الغدره فهمت ومحتاط منها ديما محتاط منها مش نخاف من الموت با دي تو مي الغدره خايبه برشا إنسان يحكي معك يجيح ذاك وحاسدك وهكرك وما يحبكش وقاعد في تاولتك ويشرب معك وعلى صحتك وكريق متاع نمي ومن الداخل يغلي عليك فهمت تعطيه لمال سيفتي وبعد تعرش تعطيه مال حتى شيء أنا ما تقول جو سوي كالكان دو تري ميفيون سي با لاج دو 58 ans que je vais commencer à embrasser نعمل دي زاكولاد وين كنت تو مون ميور امي هذه اللي تعديناها الفتره نتاع الادوليسونس وشو احنا صغار لي بتيت بوند وكذا مون ميور امي سي فيني شاكان بور سوا ديو بور توس كما يقولوها وكا وتقسم. اكثر حاجه نادم عليها اكثر حاجه نادم عليها ما ندمت على حد شيء العمل كل اللي عملته ولا اشتر عمله اللي عملته سيد ليكسبيريونس كو جي اكيد دون لا في
كونت خبره ونجم نعدي المساج هذايا معناتها زايد نعدي فيه. انا ماذا بيك نقول له ما تشقش الكياش عاش ولدي تيتنيكو كار بس سون بروبليم. انا قلت له فهمت مي يلزم هو يفهم وحده وحده زيد. ما نقعدوش ديما ننصحوا ونحسوا. كل واحد يدوا فورجي سافي سي تان فورجون كون دوفيا فورجورون. التيوري هذه ما توكلش الخبز. اكثر حاجه نحب انت اليوم اكثر حاجه نحبها بون بيان سور انا كيما مش لغه تهمل هي الوالده بيان سور ما فامي اون دوزيام بوزيسيون جي حاجه بالنسبه لبرشا عباد حاجه تافهه وحاجه تقول شنو هذا من الاكستريم الاكستريم هي الترجي الذي التونسي المتعلق ولاد جمعيه انا وياك بلس حبه وكهو سيتو فرحتني حزنتني كي كل واحد يتواليس ولا كلوبيس ولا فما حاجه الموبل فما فهمت حويجه في وقت القلق تجيك شويه بطوله شويه كنقاشات فهمتي ما فماش القلق الروتين تكسر لك الروتين شويه الرياضه في المانيا شكون تبع في البوندسليغا في المانيا هي معناتها شنو نحكي لك اون 74 في الانترنا في الليسي نتاع المرسى سانت اتيان تلعب في الفينال شامبيونز ليغ ضد بايرن ميونخ وكل فرنسي يتفرجوا وجيرار استريا هو السورفيون جينيرال نتاع الانترنا يحب سانت اتيان دومينيك روستو بلاتيني واحد وقت جيتي فاسيني بار بايرن ميونخ مازال صغير مي ماركا غيرت مولر حبيت كل الفيزيك نتاعهم وكل كل الهارموني في اللعب نتاعهم ماشين فهمت غيرت مولر ماركا وقتها 1-0 ربحت بيا عيط شافا با نو مي كاسكو تو افورد دي زالمون فهمت كل الحكايات فهمت كلي مش تاريخ هذا الالمان والفرنسيس هاي دونك جيمي لو بايرن صغير شويه هكا مي با معناتها ما تقول لي اعطيني التشكيله ما نعرفهاش انا نسمع نتيجه سافا كانت حتى با بلوس اما الترجي نتبعها من الكوليس نتاعها كل شيء نحاول نشوف فما ديربي وي 25 ظهر لي 25 جوان حاسيلو ميرسي بوكو ربيع فريمون سيتي تري انريشيسون و عملت برشا جو وين الحق ولو انه ساعات مواضيع ماهمش اجريابل وما شيخت معنا الحق علاش سامبي بليزير اللي انا جو تي في بليزير اللي عايش. انا شرفتك فهمت و جو ني با بيردو مون طون معاك عايش مون اون بلوس حسيت ما فماش معناتها محكمه حكينا مع بعض فهمت ما فماش وعلاش وكيفاش اون دي ميور انترفيو لتوا الانترفيو زاد نتاع هادي الزعيم يما بوزي اوكين كيستيون انا نحكي تحكيت وهو ركب على روح ما حلش فمه انا انت فما او ترينو اما سيغتان بروفيسيوناليزم يكون باهي يعيشك ربيع نعملو جينجل فان توا فامبراس بوكو عايشك وانا وي وانت وي وشعب الويو عطينا ضربه وي وخل سكروا بها البرنامج سكر لي البرنامج عايشك باي باي بسم الله Deep Confessions Podcast مع نوال بيزيد.